حسن عساسة رئيس قسم تنمية اقتصادية بجهة سوس مس. هذا المعرض ديال الأرفود كنشارك فيه الجهة كذلك سنويا. الهدف هو التعريف يعني بالقطاع ديال إنتاج التمور بجهة سوس مس. هذه الجهة اللي إنتاج التمور مركز خاصة في الإقليم ديال طاطا اللي كيعرف واحد المساحة مغروسة بالنخيل المثمر تقدر ب 8600 هكتار. وهذا الانتاج يعني هذا القطاع يحقق واحد رقم المعاملات ديال 191 مليون درهم سنويا، وكيخلق واحد 169 مليون درهم كقيمه مضافه من طرف هذا القطاع. ومن ناحيه ديال التشغيل، يمكن القطاع ديال انتاج التمور من تشغيل واحد 215 الف يوم عمل، يعني يوم عمل سنويا. بالنسبة للإنتاج يعني الجهة تنتج تقريبا واحد 12 ألف طن سنويا، ويعني لي فاريتي يعني الأصناف المنتجة كاين بوفركوس، الجهال، بوسكري، بويطوب والصاير، يعني هادو هما الأصناف اللي كتنجها الجهة خصوصا. حجوب الحرش المدير الجهوي للفلاحة، جهة الشرق حاضرة بقوة في المعرض الدولي للتمور 2019. هي مناسبة قدمنا فيها المنتوج اللي كتمتاز به الواحات ديال فيكيك، خاصة أزيزة والعسيان، وأيضا المجهول اللي عنده واحد الجودة عالية. كانت أيضا المناسبة اللي قدمنا فيها جميع الاستثمارات اللي قامت بها وزارة الفلاحة على مستوى الواحات ديال فيكيك. عندنا التمور اللي هي مرمزة، عندنا التمور ديال أزيزة عزيزة بوزيد. مع كامل الاسف حنا كنتجو غير 5% على مستوى الواحة، ماشي هذا، ماشي عزيزة اللي كنتجو بزاف، ولكن كتبقى كمنتوج تنفرد واحد فيك بهذا المنتوج، ما كنقدروش نلقاوه في شي منطقة أخرى، لأن عزيزة كما نقولوا سي برودوي نوبل، برودوي نوبل اللي صعيب تلقاه في الأسواق.